اللي يكونوا يهود، يهود ما كتشفاوش في الموت، حيت كلشي محكوم عليه بالموت، وكل واحد غادي يموت بالطريقه اللي قدر له الله. حنا ما كنعلموش كيفاش غادي نموتوا في حياتنا، كل واحد كيفاش غادي يموت. هناك من يموت على فراشه، وهناك من يموت في الطائره، 350 واحد 400 واحد تتموت في دقه واحده، الطائره طرطقات مشى كلشي. كل واحد واحد يموت في البحر اغراق، واحد ياكلو القرش، واحد ياكلو السبوعه في الغابه والنموره والحيوانات المفترسه، واحد يموت بمرض معين، واحد يموت بالسكته القلبيه، وهكذا تعددت الاسباب والموت واحد، كلنا نموت. اذا ما كنتشفاوش في الناس اللي ماتوا. هذيك المره كانت محترمه من حيث انها صحفيه تنقل الاخبار للناس، وطبعا هي تغامر بنفسها ولها قوه في 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 في, في البيان في بيان في البيان الصحفي، وكانت يعني من المحنكين في مجال الصحافه، تنقل الخبر من 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 من, من مكان الحدث وبين الاسلحه وبين الجيوش في اماكن القتال. نعم هذا يحسب لها على انها امراه شجاعه وانها قامت بوظيفتها على احسن وجه، هذا نتفق عليه. لكن ان نحسبها شهيده وهي العقيده التي تعتنقها ليست عقيده الاسلام، وحتى لو كانت عقيده الاسلام لا يحق لنا كما ذكرنا سابقا ان نحسبها من الشهداء. ولذلك الادب ان نقول نرجو من الله ان يكون فلان شهيدا، او فلانه المسلمه اذا قتلت نقول شهيده. كنت اقرا الجرائد المغربيه في السبعينيات وفي بدايه الثمانينيات، كنت اقرب بنعم اشتري حتى الاربعه ديال الصحيفات في اليوم. قرأوا الاتحاد الاشتراكي، تقدم الاحداث، الحزب لسان حزب الاستقلال، جريده العالم، اقرا هذه الجرائد. عندما يموت شخص ينتمي الى حزب يساري او علماني، ايش كيقولوا؟ شهيد الصحافه، شهيد الاتحاد الاشتراكي، شهيد التقدم والاشتراكيه، شهيد حزب الاستقلال، وتيحسبوهم الناس شهداء على الله. تتفرضوا على الله لما كتقول فلان شهيد، كتفرضوا على الله، وهذا سوء ادب. تفرضه على الله بانه شهيد. قل يا ربي اسالك يا ربي ان تجعله من الشهداء، اطلب الله يجعله شهيد. هذا هو الحد ديالك، لا تتجاوز هذا الحد. اما انك تحسبه شهيد على الله فهذا ليس من الادب في شيء. هذه نقطه. انقلكم الى ادب تذكرته الان، كما يقال الشيء بشيء يذكر. هذه كتفكرك في هذه. سيدنا موسى عليه السلام عندما ركب السفينة مع الخضر أو الخضر عليهما السلام معا، ركبوا في السفينة، والقصة تعرفونها في سورة الكهف. قام الخضر عليه السلام بفعل شيء منكر، يعني ظاهره أنه قبيح. ماذا فعل؟ خرق السفينة، جاب واحد الحديدة وتقب السفينة، تقبها وبدا يدخل الماء، واحد ثقب صغير بدا يدخل الماء. موسى عليه السلام استغرب من الأمر، شنو هادشي؟ حنا راكبين مع ناس ركبونا داروا فينا الخير ومركبينا نقطعوا معاهم، واذا بك تقوم بخرق السفينه تحدث فسادا في السفينه، هذا عمل مفسد او عمل فاسد. فقال له موسى عليه السلام لقد جئت شيئا امرا، قبتي السفينه درتي مشكله كبيره. لكن موسى لا يعلم ما هو السبب الذي جعل الخضر يخرق السفينه. ها هو الادب جيده بسمعوا. بعد ما كملت الرحلة وانتهى تحت الرحلة، خرق السفينة، المرحلة الثانية قتل غلاما، المرحلة الثالثة أقام جدارا يريد أن يقذف أقامه. قبل ما يتفرقوا قال له هذا فراق بيني وبينك. شكون اللي قال الآخر؟ الخضير قال لسيدنا موسى، قال له الآن غادي نتفرقوا، كل واحد يمشي في حاله، انتهى اللقاء. ولكن قبل أن تغادر لابد ان اخبرك بتفاصيل ما فعلت. انا غادي نقول لك علاش ثقبت السفينه وقتلت الغلام ورممت الجدار. سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. اولا، اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. هل ادب؟ عيشوا معنا. فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم السبب
وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. وراءهم راه ماشي اللور ماشي مارشاليان، راه قدام الريخدور ليه. وراءهم يعني يتحين الفرص ليغتصب السفينه من اهلها اذا كانت صالحه، واذا كانت سفينه فاسده لا يغتصبوها، يتركوا اهلها يمرون. داير القرصنه لي بيرات، لي بيرات هما القراصنه كيقرصن السفن كيديهم لهم. فاردت انا اعيبها، درت واحد الثقبه صغيره باش ما تمشيش السفينه لمواليها. وهنا يقول العلماء دفع او درء المفسده الكبرى بالمفسده الصغرى، باش ما نطيحوش في المفسده الكبرى ندير واحد المفسده صغرى باش نتجنبوا هذيك. ما هي المفسده الصغرى هنا؟ هو خرق السفينه، هذه مفسده صغرى، ولكن المفسده الكبرى هو تمشي لهم السفينه ديالهم، لان هذاك القطاع اللي غادي يديها الى لقاها صالحه يديها لهم. اذا اما احسن ما الافضل؟ واش نديروا هذه المفسده الصغرى وندوزوا بخير وعلى خير، القام تقوبه تدخل لهم يقول مسيروا بحالكم ما عندي ما ندير بها، ولا يديها لهم. ولكن شنو هو الادب هنا؟ هو قول موسى، فهو قول الخضير، فاردت ان اعيبها. وباش نعرفوا هذا الادب كيفاش داير نمشيو للجدار. عندما قام الخضر عليه السلام ببناء الجدار، جدار اليتيمين اللي كان عندهم ذاك الكنز تحت الجدار، وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا، شنو قال هنا السفينه؟ قال فاردت ان اعيبها. العيب هنا ايها الاخوه والاخوات منسوب لموسى للخضر ام لله؟ العيب منسوب للخضر، نسب العيب لنفسه، فاردت ان اعيبها تادبا مع الله، ولم يقل فاراد ربك ان اعيبها، لانه تادب مع الله الا ينسب العيب لله، وحاشا نسب الله العيب، الله منزع عن النقائص، فنسبه لنفسه، قال فاردت انا اك انا ان اعيبها. والسبب علاش بغيت نعيبها؟ وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا، هذا هو السبب. لما جا الحيط هذاك الجدار اللي بناه وقدو، قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه اجرا، قال هذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتاويل ما لم تستطيع عليه صبرا. اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها. وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. واما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفر، إلى أن وصل إلى الجدار. قال شنو قال؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. هل أدب؟ فأراد ربك، لم يقل فأردت، فأراد ربك. عندما تعلق الأمر بالإفساد بتقب السفينة بخرق السفينة نسب العيب لنفسه، عندما تعلق الأمر بإصلاح الجدار هذا تقضى خرق وهذا إصلاح نسبه لله. قال فأراد ربك، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. هذا الشيء اللي ذكرناه بغينا نبينه كيف نتأدب مع الله في كلامنا في منطقنا في عقيدتنا في أفكارنا، أن يتأدب المسلم مع ربه. إلى ما تشي واحد نقول الله يرحمه مسلم، إذا كان مسلم نقول الله يرحمه الله يغفر له، ونقول الله لك إلى مات قتل نقول اللهم اجعله شهيدا احسبه من الشهداء ولا نزكي على الله أحدا، وما ندخلوش في التفاصيل اللي ما عندهاش علاقة بنا، إن الذي يعلم الغيب هو الله. وتعلمون أن رجلا قتل في بدر، في معركة بدر، في غزوة بدر قتل وكان مع المسلمين، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار. علاش؟ كان يقاتل بقوة لكنه أصيب ببعض الجروح وما قدرش يصبر على الدم والجروح والآلام، فأجهز على نفسه وقتل نفسه فأصبح من أهل النار. كان يكون شهيد من شهداء بدر ولكنه أجهز على نفسه، ما كملش الصبر ديالو وما كملش النية ديالو ديال الجهاد في سبيل الله فمات كافرا، وشهد النبي أنه من أهل النار. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبأحاديث الرسول الصادق الأمين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
على هذا فراق بيني وبينك. الحمد لله رب العالمين. سأنبئك بتاويل ما لم تستطيع أن يصبر. أما السفينة نبينا محمد وعلى آل يعملون في البحر أجمعين. فعرضت أنا وعلى التابعين وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أيها الإخوة المسلمون. نبينا محمد وعلى آل يعملون في البحر أجمعين. فعرضت أنا وعلى التابعين وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة أيها الإخوة المسلمون. هذا الموضوع وعلى التابعين وعلى التابعين وكان وراءهم ملك يأخذ هذا الموضوع من التابعين تعلق جاء من عيسى عليه السلام وراءهم ملك في أدب ويكون يوم القيامة في ذيك اللحظة وضع في المهد. طبعا السيدة مريم كانت في حيرة من أمرها، ماذا يقول الناس؟ تروج أخبار وتروج أقوال كما كنديروا حنا، هذا يتكلم هنا وهذا يتكلم هنا وهذا يتكلم هنا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وبنادم هنا يصلي الجمعة وكيحضر يتكلم هنا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وبنادم هنا يصلي الجمعة وكيحضر يتكلم هنا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وبنادم هنا يصلي الجمعة يا أختي
ولا تجد على نفسه بصيرة ولا الإنسان على نفسه بصيرة تعالى ولا تجد على نفسه بصيرة تعالى ولا تجد على نفسه بصيرة تعالى ولا تجد على نفسه 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 تعالى وإذ قال الله في أواخر سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وربي عالم على أنه ما قالش ولكن علاش واسمعي يا جارة كما يقول المثل العربي واسمعي يا جارة سمعوا أيها اللي كتقولوا المسيح ابن الله وعيسى ابن الله وثالث ثلاثة سمعوا الله وعيسى أنتم دابا قدموا هو النبي ديالكم والرسول ديالكم واسمعوا اش كيقول قال الله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله اش يقول عيسى سبحانك وهذا الصيغة ديال التنزيه أنت منزه عن أن تكون كزوجة أو ولد أو ابن أو كذا سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما عنديش الحق نقول شي حاجة ما عنديش الحق فيها إن كنت قلته فقد علمته هذا أدب شنو الأدب هنا ما قالوش ما قلتش قالوا يا ربي إلا كنت قلت هذا الكلام اللي كتقول راك عالم عليا واش قلته بلا ما تسولني يعني راك عالم أنت عالم ماشي هذا أنا شكون اللي كيسول ويجاوب حنا القاضي كيسول المتهم تيقول له أجي قتلتي هذيك السيدة سرقتي ذاك السيد سرقتي ذيك الدار والمتهم كيجاوب والقاضي كيسأل المتهم كيجاوب وكيتدخلوا المحامين محامي ديال المتهم وديال المظلوم والمعتدى عليه وكيتكون المرافعات وكيتكلم صاحب الحق العام الغراق كما تنقولوا حنا المغاربه بالدارجه الغراق هو داك من يسمى بوكيل الحق العام وفي الاخر كتنطق المحكمه بالحكم يقدر يكون ظالم لكن الحكم يقدر يكون جائر يقدر يغلط القاضي يقدر لكن الله عز وجل يعلم ماذا قال عيسى لقومه إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب أشنو قلت لهم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد واسمع الأدب دابا قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ما قالوش يا ربي اغفر لهم واسمح لهم فوجي أنا دوزهم لا خلى الأمر لله هذا هو الأدب خلى الأمر لله قال له إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال انظروا إلى هذا الأدب من عيسى لم يقل له وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم وإنما قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم علاش ما قالش فإنك أنت الغفور الرحيم لأنه إذا قال له الغفور الرحيم تستعطف الله على القوم يعني راك غفور اسمح لهم واغفر لهم لا قال له فإنك أنت العزيز الحكيم لأن اللي يرحم العباد هو الله وأعظم من يرحم عباده هو الله وسمى نفسه بالرحمن الرحيم أختم بالنبي صلى الله عليه وسلم شوف الأدب استأذن ربه في أن يزور قبر أمه سيدنا محمد واحد النهار قال الله كان كينزل عليه الوحي قال له يا ربي هل تأذن لي فين أزور قبر أمي تعرفوا أن أمين سيدنا محمد توفات عنده 6 سنين مازال النبوة والرسالة ما كيناش ولكن في علم الله كاينة في أثناء الطريق في الأبواب
مكان يسمى الأبواء، وكانت قد أخذته أمه ليزور أخواله من بني النجار، مشي تزور أخواله صل الرحيم مع أخواله. ماتت في الطريق، الأم ديالو ماتت في الطريق وعنده 6 سنين، وكفله جده عبد المطلب. طيب قال له يا ربي، سيدنا محمد كيقول يا ربي أستأذنك فين أزور قبر أمي، واش تعطيني الإذن نمشي للقبر ديال أمي؟ كان يمشي الراس ويزور القبر ديال أمه بلا ما يستشر، ولكن من الأدب تعلمنا الأدب. يا ربي واش مسموح لي نمشي نزور القبر ديال أمي؟ فأذن له وذهب إلى قبر أمه ليزوره، لأن الله أعطاه الإذن. ثم قال واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. أعطاني الإذن نزور قبر أمي، ولكن ما أعطانيش الإذن باش نستغفر لها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا وأعطيت له هذه ومنعت عنه هذه، فكيف أنت تقول باش يكونوا عرفونا بأن احنا يا من دمجين في المجتمع نترحموا على كل شيء اللي جا نترحموا عليه؟ وترحم حتى على أبي لهاب، وترحم على أبي طالب، وترحم على فرعون وهامان وقارون، تادوك على شمال بحيك بشر بشر كافر كافر، لكن لا. ولهذا أيها الإخوة الكرام، أظن أن هذا الموضوع قد تناولناه من كل حذافيره، وقدمنا الأدلة. ماشي لأنكم أنتم ما كتأمنوش بهذا الشيء، الخطيب لما كيتكلم يوم الجمعة ماشي لأن الناس اللي قدامه راهم ما تيفهموش ولا راهم خارجين الطريق، لا ماشي هذا هو المقصود. ناخذوا المعلومة، الغرض أنتم مبرؤون، أنتم مبرؤون. كل المساجد، الناس اللي في المساجد كيصلوا الجمعة كلهم مبرؤون، لكن هذا معلومة تاخذها باش تعرف كيفاش تواجه من يجادلك في هذا الأمر. علاش مسكينة شيرين أبو عقلة وتعرضت للخطر وكانت تنقل لنا الخبر وكذا، وشنو فيها لو قلنا الله يرحمها والله يغفر ليها وكذا وكذا؟ يا ودي راه ماشي أنا ماشي مشكل، الدين ديالي كيقول لي هذا الشيء. أنا أتابع الدين، ما تابع شيء الأهواء ولا رضي فلان أو لا. مش يقولوا حنا راه من دمجين وما عندناش الكراهية، حنا ما عندناش الكراهية الحمد لله، ولكن مؤدبين تنتأدبوا مع الله، لأن الله إلا قال لنا حاجة نديروها كنديروها، قال لنا ما نديروهاش يجب أن نجتنبها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا من الشر معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقين ولا محروما، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل من المتصدقين والمتصدقات هذه الأموال التي تجمع للمساجد، والإخوان الذين قدموا من مسجد الهجرة ليجمعوا هذه الأموال. نسأل الله عز وجل أن يتم هذا المشروع، هذا المشروع الإسلامي الكبير الذي هو مسجد الهجرة. نتمنى إن شاء الله الجماعة مسجد الهجرة يتموا البناء ديالهم إن شاء الله، ويفرحوا بالمسجد ديالهم ويقيموا حفلا للمسجد، ونشاركهم فرحهم إن شاء الله تعالى. وهذا الإخوة اللي كيتطوعوا كيجيوا باش يجمعوا المساجد، ويأتون من مساجد أخرى ليساعدوا إخوانهم، هذا دليل على الإيمان ودليل على المحبة ودليل على حب الخير للناس جميعا. فتقبل الله منكم صدقاتكم نساء ورجالا، بارك الله في خطواتكم، جزاكم الله خير على كل ما تقدمونه من نفقات وإنفاق في سبيل الله عز وجل. واحد الأخ ديالنا كيطلب الدعاء، عنده مشكل عائلي معقد شي شوية، نسأل الله تعالى أن يفرج عنه، أن يفرج عن أسرته، وأن يفرج عنه وعن أولاده وعن أهله جميعا، وما أكثر هذه المشاكل داخل الأسر. نسأل الله تعالى أن يفرج عن الجميع، اللهم فرج عن هذا الأخ وعن أسرته وعن جميع الإخوان والأخوات، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم محب ورضاه ويجعلنا من الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قدموا إلى الأمام يا إخوان. الله أكبر الله أكبر.